chickens. مشاهدينا من كافي برنامج الجسر ومنوصل على ختام الحلقة مع الصوت الجميل والأنامل كمان الجميلة على الكيبورد. برحب بأمين سلطان وطبعا روكوز على الكيبورد. مساء الخير أمين. مساء الخير. فيك تحياتي لكريتا. بدك تحكي through the microphone تسمعنا والمشاهدين. كيفك أمين؟ منيح منيح. Thank you. تحياتي لكريتا ولكل الجمهور اللي عم يحضرنا الليلة. Thank you, أمين, على وجودك معنا. خلينا نعرف شوي صغير المشاهدين. أمين سلطان, من وين الأصل؟ قديش سلك بأمريكا وإلى ما هنالك؟ الأصل لبناني وربيت بلبنان تصار عمري تقريباً تينيجر. وجينا على أمريكا, درست موسيقى هون وعزفت أورج وعزفت بيانو ودرست بيانو. واخيرا صاروا يقولوا لي صوتي حلو, صرت اغني. صرت تغني. بس غريب انه جيت لهون تين ايجر بدون ما تغني اجنبي, اخترت اللون العربي تتغني ليش امين؟ لانه اول شيء موسيقتنا احلى موسيقى وربينا بهالموسيقى يعني. والجو لبناني على طول مع اللبنانيه ومع العرب وهيك بجو العائله. بالجو يا جو العائله وجاي الاصحاب يعني. مظبوط. أمين سلطان, في عندك أغنية خاصة غير طبعاً الألوان الغنائية اللي أنت بتحب تغنيها. بدون ما نطول على المشاهدين طبعاً أكيد بحبوا يسمعوا صوتك, شو رح تسمعنا أول أغنية شيء خاص لأمين سلطان؟ نقدر نسمعكم أغنية مهضومة. أوكي. هيدي من أول الأغاني اللي تسجلت بلبنان لإلي. من كلمات ألحان مين؟ ناشد اسكندر وسليم سلامة. Very well. خلينا نسمع فازة. Thank you. المهضوم مهضوم كتير, قلبي لما بيشتاق لك يتمنى عصفور يصير عالشباك يزقزق لك. مهضومي مهضوم كتير, قلبي لما بيشتاق لك يتمنى عصفور يصير عالشباك يزقزق لك. شو ما لبستي من الالوان يلبق لك يا غصن البان, شو ما لبستي من الالوان يلبق لك يا غصن البال, احمر ابيض اصفر اخضر شو ما لبستي بيلبق لك. لبستي كل الالوان تمشيكي عكيفه, رحتي قصرتي الفستان وعملت الشتوي الصيفي. لبستي كل الالوان تمشيكي عكيفه, رحتي غيرتي الفستان وعملت الشتوي الصيفي. لما شافوكي العزال القصه صارت قيلوها, صاروا يقولوا لك نيال اللي بيدفع جوهر تقليك, احمر ابيض اصفر اخضر شو ما لبستي بيلبق لك. مهضوم مهضوم كتير, قلبي لما بيشتاق لك يتمنى عصفور يصير عالشباك يزقزق لك. ثانك يو. في معنا اتصال لإلك أمين, بده يسأل سؤال, بده يحكي عن أمين, ما بعرف. جون من فلوريدا. جون مساء الخير. مساء الخير
Hey, hello, John. Good evening. John, can you hear us? John, he goes to your concerts. Oh, okay. Hello, John. Yes. Go ahead. Good evening. Hi, how are you? Good, good, very good. Amin is here. Hello. Good evening. Yes, this is John. I'm having a hard time hearing you, but good evening. Go ahead, John. Do you want to ask Amin a question? Yes. My name is John Chandler. I'm from Hollywood, Florida. Hello, how are you? I just did a concert there in last summer. We did 4 concerts in Florida. Orlando, Tampa, Hollywood. It was a nice time. I think you were there. Or I hope you were there. Yeah, John. Yeah, I would like to ask Amin Sultan, when is the next show that he's going to be performing, because I have seen quite a few of his shows, and my wife and I enjoy his music. Thank you so much. Nothing planned yet. Maybe very possible in the summer, July, August, at that time. Most of our concerts coming up are going to be mostly in the Northeast this way. Thank you for calling. So here you go, John. You have your answer from Amin Sultan directly on ART, The Bridge. Amin, خلينا نرجع شوي صغيرة للموسيقى. مثل ما قلت أنك ربيت بجو عربي هون بأمريكا. شو هي الموسيقى اللي انطبعت فيك اللي تأثرت فيها أنت وكنت يعني as growing as a teenager؟ أي نوع موسيقى عربي تأثرت فيها؟ من أنا وصغير كنت اتسمع اكثر شيء على عبد الحليم ام كلثوم واكيد فيروز بلبنان وهيك بس هيدي اللي كنت اكثر لويت اتسمع على المصري الاغاني المصريه كثير كنت حبها ولما جيت على امريكا تعرفت على فرقه بسموها فرقه السلطان هني اتراك واشتغلت معهم مده طويله وهي الموسيقى اللي حبوها هني بتعرف الموسيقى التركيه قريبه كثير على المصري واشتغلت معهم مده طويله ومن هيك انغرمت بالموسيقى العربيه أكتر وأكتر. طيب خلينا نسمع شوي من مثلا ذكرت أم كلثوم إنه يعني مين ما بحب أم كلثوم وخاصة هلا هيك على الساعة 11 بالليل الواحد بحب يسمع هيك طرب أصيل لست أم كلثوم شو بتحب تسمعنا؟ أوكي من سمعك. أوكي نسمع دارة الأيام مقطع من دارة أكيد الأيام. أكيد. Go ahead. دارة الأيام ومرة الأيام ودارة الأيام مرة الأيام ما بين بعد وخصام دارة الأيام ومريت الأيام ما بين بعد وخصام وقابلته نسيت إني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته قابلته نسيت اني خصمته
ونسيت اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي 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 وحرته معرفش ازاي 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 انا كلمته مقدرش على واضح حبيبي مقدرش على بعدي حبيبي ده أنا ليا مين أنا ليا مين 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 إلا حبيبي الله الله أمين. اليوم أمين سلطان جمهوره بأمريكا، الجاليات العربية بتحب تسمع موسيقى عربية، كيف بتتواصل مع جمهورك؟ يعني على أي نمط عايش مثلا معهم؟ تعمل حفلات بوقت معين؟ أنت بتعرفي بأمريكا في عندك الأعياد عندك الأعياد سوري عندك مثلا النيو ييرز الفالنتاين وبعدين بالصيفية في الفستيفلز كل الكنائس الحفلات في كتير جمهور عربي بيعمل فستيفلز برا مثلا نيو برانسويك إيستن بنسلفانيا بافلو نيويورك سيراكيوز كلهم هوا بيعملوا فستيفلز برا بنروح نعمل فستيفلز ومتعرف على العالم وبتعرفي بالفستيفل بيجي عليها كتير ناس تحكي بالست آلاف عشر آلاف شخص أوقات ونتعرف على الناس هونيك من بيع السيديات تبعنا الألبومز وبناخد حفلات من من هالحفلة اللي فيها نحن يعني ومن هالوقت اللي بيكون فيه. طيب شو بتعتقد إنه هي المشاكل اللي بتواجه المطربين العرب هون بأمريكا versus يمكن سهولة الطريق اللي بشق المطرب بالميدل إيست أو يمكن لا هون أهين من؟ نو أكيد أكيد مش هيني لا نحن عنا هون بدي واحد بدو المطرب يطلع على حفلات بدو يطلع. يعرف عن حاله مثلا بالدول العربيه على طول على التي في بيطلع على التي في العالم بتشوفهم جيبون على كونسرتس نحن صعبه هون مثلا هلا اكيد بالاي ار تي نحن هون هلا بتعرف علينا الجمهور وثانك يو سو ماتش على فكره انا كثير نزل لي شغل بالاي ار تي فيديو كليبات بالتوب 20 نزل لي فيديو بقى اللي بدي اقول لك انه يس أصعب هون أصعب لأننا نوصل للجمهور إذا ما واحد طلع وشقي وساق وسافر وطلع بالطيارة أنت بتعرفي كيف أكيد يعني. أكيد أكيد على كل التالنت والموهبة الحلوة هي كمان بتوصل حالة بحالة نحن وياك أمين خان ننتقل عند مصطفى نشوف نتيجة الكومبيتيشن يلي حاطينها على فيسبوك تنشوف مين ربح وشو كان الجواب لاسم المسرحية شو مصطفى شكرا يا ريتا وعندنا دلوقتي الانسر بتاعت المسابقة اللي هي المسرحية كانت بتاعت الزعيم بتاعت عادل امام اللي كسبت الهدايا الاسبوع ده بتروح بالاسم غدير عفيفي من نيوجيرسي وغدير عايز اقول لك يعني تبقي في انتظار الهدايا دي واحنا كل اسبوع هنعمل مسابقه جديده ليكم للمشاهدين وتابعونا وخليكم معانا دايما واعملوا لايك واعملوا شير وابعتوا لنا رساله قولوا لنا انتوا بتحبوا ايه وعايزين تشوفوا ايه في التلفزيون ماشي وان شاء الله بقى نشوفكم على خير ويلا نرجع لك يا ريت شكرا مصطفى انا كمان بضم صوتي لصوتك وبطلب من جميع المشاهدين انه يتصلوا فينا جو اون فيسبوك لايك اور بيج انضموا لاسره البرنامج بالفعل واكيد اذا بتحبوا تحضروا البرنامج كمان نحن فينا نوجه لكم دعوه انكم تكونوا كمان معنا بالاستوديو وتشوفوا جميع الستاف تبع برنامج ذا بريدج كيف بيشتغلوا وكيف عم بيعملوا مش بس ان فرونت اوف ذا كاميرا behind the camera. أمين الوقت طبعاً عم بيدهمنا بدنا نسمع منك كمان أغنيتي يا رب تسمعنا أغنية تانية خاصة عنا عيونك علموني منحب نسمعك إياها
شو اسمها الأغنية؟ عيونك علموني. عيونك علموني. فإذا قبل ما نسمع الأغنية أنا بدي أشكر روكوز طبعاً على العزف الجميل على آلة الكيبورد، بدي أشكر أمين سلطان على الصوت الحلو، وطبعاً بالتوفيق وبالمستقبل، وبدي أشكر كل أسرة البرنامج مثل ما ذكرت بيهايند الكاميرا يلي كلكم بتجننوا وعم تشتغلوا شغل كتير حلو. بنهي البرنامج مثل ما بلشتوا هالحلقة، هي تحية لشهداء ثورات العربية، تحية لشهداء الثورة المصرية بذكرى 25 يناير. بترككم مع صوت أمين سلطان وعيونك حلوين، وبمسيكم بالخير وبقلكم بشوفكم الأسبوع القادم. عيونك علموني، دوبوا دوبوني، سخروني، حيروني، خلوني اشتاق، والحب اللي فينا هنينا منفينا، عايش فينا ومخلينا من احلى العشاق. شو عملتي تسرتي قلبي وروحي انتي، وحدك انتي يلي قدرتي خليني احب واشتاق. انتي يا حياتي اغلى ذكرياتي، انتي اللي اغلى من زادي وبايدك بدي أقضي العمر بقربك من حدك مبروح. تعملتي تسرتي قلبي وروحي انت، وحدك انت.